إلى مأرب، حيث دشن محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ومعه المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أنور سالم الطاقة الإنتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب من اسطوانات الغاز المنزلي البالغة 1000 اسطوانة في الساعة الواحدة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. دشن محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومعه المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أنور سالم حسان الطاقة الإنتاجية الجديدة لمنشآت مأرب للغاز من اسطوانات الغاز المنزلي والبالغة 1000 اسطوانة في الساعة الواحدة. طاف محافظ المحافظة بالمحطة واطلع على التحديثات الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل إدارة وكوادر منشآت غاز مأرب. المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أنور سالم حسان تحدث عن أهمية تحديث منشآت الغاز لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كانت من نتائج ومن ثمار الجهود الطيبة للفريق الفني والفريق الإداري والفريق المالي في منشأة الغاز بمأرب، بذلوا جهود خلال 3 أشهر الماضية في موضوع إعادة التأهيل والصيانة وتطوير المحطة حتى أصبحت قادرة على أن تواجه 10 سنوات القادمة إن شاء الله بوتيرة أعلى من السابق وبإنتاج كبير يغطي حاجة المواطنين في مختلف أرجاء المديريات المحافظة. مدير عام منشآت الغاز علي هادي وريب تحدث عن الطاقة الإنتاجية للمنشأة بعد تحديثها. العملية التي تمت في منشأة الغاز هي تحديث والتوسعة وصيانة الأجزاء لعدة مراحل، هي في مراحل كثيرة، منها الخزانات، صيانة الخزانات لأنها مر عليها تقريبا 25 عام بدون صيانة نظرا للضغط، ضغط العمل اللي كنا نواجهه الطلب، فما في خزانات احتياط على أساس أن نوقف ونعمل صيانة الخزانات، تم صيانتها من الداخل ومن الخارج، وكذلك رفع مستوى الطاقة الإنتاجية. كانت الطاقة الإنتاجية تعادل 600 أسطوانة في الساعة، رفعناها إلى 1000 أسطوانة في الساعة. يأتي تحديث منشآت مأرب للغاز في إطار ما تشير المحافظة من نهضة تنموية شاملة واهتمام في المشاريع الخدمية والإنمائية في الطاقة الكهربائية والغاز والنفط. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.